مولاي الهادي. أنا الهادي بس يا برزك. ديك الطاعة والمحبة التامة يا مولاي. أنت ابن سيدنا وفضلك علينا جميعا. أنت سره. مش عارف دي حاجة تفرح ولا حاجة تقلق. تفرح يا مولاي. أنت الأمير ابن الأمير. أنت سيدنا وأنا العبد السليم. مولانا انا عايزك تفهم وتاخد بالك ان انت دلوقتي غير الاول. انا مش عارف ليه عملت كده. انا مرتبك وحاسس ان انا في مكانه انا مش فاهمها. الثقه هي اهم شيء، لكن حاسس ان انا متحوط بنظرات الناس وخايف اكون مش مناسب. أنا عايزك تتماسك وعايزك تاخد بالك من كل حاجة بتحصل حواليك، حتى الناس اللي بتقدم لك الأكل والشرب تاخد بالك منهم، وطبعاً تاخد بالك من برزك وميت. ده أقرب الناس ليك؟ مفيش حد قريب مني غيرك، وعايزك طول الوقت تبقى موصول بيا حتى وانت قاعد في مخدعك لوحدك. يعني إيه؟ يعني تشوفني وتسمعني حتى وأنا بعيد. هو ممكن؟ بالتدريب وبالصمت وبالجوع ممكن، زي ما انا بقدر اشوف مولانا النزار عليه السلام وغيره كمان. واول مهمه ليك يا هادي انك هتكتب كتاب مهم جدا. اكتب اي كتاب؟ سيره مولانا. مولانا مين؟ مولانا حسن الصباح. انت؟ انا همليك ازاي كانت الرحله. ولما بقول مولانا حسن الصباح وسيدنا، ده مش تفخيم او غرور يا هادي، ده مقام ربنا منحه ليا. وكل ما كان مقام حسن الصباح عالي، كل ما كان مقام مولانا الهادي ابن حسن الصباح أعلى وأعظم. أكتب إيه؟ هتكتب الرحلة من بدايتها، عن شاب ملهم قدر يغير الدنيا كلها. وطبعاً الكتاب ده هيفضل سر بيني وبينك، لأن ظهوره أمر عظيم للمؤمنين. حاضر.